خلينا على طول نروح للكابتن أشرف عبد الفتاح المدير الفني لتنس الطاولة علشان برضو نبارك له على الهواء مباشرة. يا كابتن أشرف ازي حضرتك وألف ألف مبروك. الله يبارك فيك كابتن إسلام، شكرا ربنا يخليك. يعني أعتقد بطولة رائعة وشيء رائع جدا أن مصر أو النادي الأهلي طبعا ممثلا لمصر في هذه البطولة العربية أن هو يفوز بهذه البطولة في ظل كل الإجراءات اللي بتحصل وفي ظل كورونا وفي ظل كذا، رجال وسيدات كمان في رجل في ظل كل هذه الأمور، أعتقد ده شيء رائع جدا يا كابتن. طبعا الحمد لله احنا رغم الظروف اللي فيها البلد والكورونا والحالة اللي فيها الدنيا عموما، قدرنا الحمد لله ان احنا نتمرن ونجهز عشان نستعد للبطولة دي ونحقق اللقبين، يعني نحتفظ باللقب بتاع الولاد ان احنا حاملين اللقب، والبنات استعاده ان احنا ما شاركناش في البطوله. الحمد لله. الحمد لله يا كابتن اشرف. طب كابتن اشرف اشرح لنا برضو البطوله كانت ماشيه ازاي وكيف استطاع رجال وبنات النادي الاهلي ان هم يفوزوا بهذه البطوله. هي بطوله الرجال كنا في مجموعه فيها اربع فرق. ايوه. اول ماتش كان مع التضامن الكويتي. ايوه. كسبنا 3-0. وثاني ماتش كان مع الارثوذكس الاردني، كسبنا الحمد لله 3-0. تمام. وثالث ماتش كان مع البشمركه العراقي، كسبنا 3-0 برضه. اكتساح يعني. بعد كده تأهلنا لدور بعد كده تأهلنا لدور الثمانيه. ايوه يا فندم. لعبنا مع السليمانيه العراقي، كسبناها 3-0. ايوه. وبعدين قبل النهائي مع ستار البحريني، كسبناها 3-1. ايوه. وبعد كده النهائي كان مع قطر، قطر كسبناه 3-1 الحمد لله. الحمد لله. وبالنسبه للسيدات جايبه لعيبه محترفه قويه جدا. ايوه زرت قدره اللعيبه بتاعتنا ان هم يكسبوا اللعيبه المحترفه بتاعت الفرق الاجنبيه، الفرق اللي كانت جايبه لعيبه اجنبي، وربنا كرمنا الحمد لله وكان اول باذن الله. بعتقد بعمر عصر سيد لاشين مجموعه كبيره جدا من اللاعبين الاقوياء والمحترمين واللي لهم دور كبير جدا الحقيقه مع حضرتك طبعا كمدير فني ان احنا نقدر نفوز بهذه البطوله كابتن. طبعا عندنا الفرق طبعا كلها اولاد الاهلي، وسيد لاشين وعمر عصر محمد البيلي وخالد عصر ومحمد شمام، وعندنا برضو ناس الظروف ما ساعدتهمش ان هم يجوا معانا. ايوه. اما هم شاركوا معانا في التدريبات وفي الاستعدادات بتاعه البطوله وكانوا جزء من مكسبنا للبطوله، كابتن شادي مجدي وعمر بدير مروان عبد الوهاب ومروان جمال، كل دول شاركوا معانا في الاستعداد للبطوله بحيث ان احنا نقدر الحمد لله نقدر نلعب نسافر ونقدر نكسب البطوله ونرجع. ده بالنسبه للرجاله. ايوه. طيب كابتن برضو اتفضل. لا قول لي يا كابتن كمل اتفضل. بالنسبه للسيدات كانت مجموعتين البطوله، لعبوا في مجموعه اربع فرق. ايوه. غزل الجنوب العراق، وده احنا كسبناه 3-1 في المجموعه. ايوه كابتن. غزل الجنوب ده هنلعبه في الفاينل تاني بعد كده. ايوه كابتن. وبعد كده الارثوذكس الاردني كسبناه 3-0، وبعد كده العربي كسبناه 3-0 الحمد لله. ايوه. وبعد كده لعبنا دور الاربعه على طول، لان السيدات كانوا تسع فرق فمجموعتين. فلعبتوا دور الاربعه على طول. بياخدوا الاول بياخدوا الاول مع الثاني والثاني مع الاول. تمام. فلعبنا مع المرأة الكويتي المرأة القطري وكسبناهم 3-0. ايوه. وبعد كده الفاينل كان مع غازي الجنوب ثاني. اللي هم اللي احنا لعبناهم في المجموعه. كان معانا في المجموعه. ايوه مظبوط. كسبناه 3-0 الحمد لله، غيرنا عملنا تغيير في السكور في ترتيب اللاعبات وقدرنا نكسبه 3-0 الحمد لله في النهائي. طيب تمام. واعتقد ان البنات وصلوا بالسلامه، يتبقى الرجال اعتقد جايين جم امتى او هيجوا امتى؟ ان شاء الله بكره ان شاء الله يكون ان شاء الله 6-10 بكره نكون موجودين في مصر ان شاء الله. عموما الف الف مبروك يا كابتن، يعني حاجه جميله جدا وبطوله تستحق كل الاحترام وكل التقدير، وبنشكرك جدا على المجهود المبذول، ويعني كل اللاعبين بنشكرهم على رفع دائما اسم مصر عاليا واسم النادي الاهلي. كابتن اشرف عبد الفتاح طبعا المدير الفني لتنس الطاوله، بطولتين مهمين جدا جدا بينضموا لقائمه بطولات النادي الاهلي.